طبعا بالنسبة للاستخدام المشروم، طبعا المؤرخون قالوا نستخدم من آلاف السنين، والأباطرة والملوك هذا الاستعمالات الدوائية والغذائية كانوا يستخدمون على نطاق واسع، وكانوا ما يخلون أحد يستخدمه إلا هم، يعني خاص يعني محجوز لتلك الفئة. الآن بعد الدراسات وفصل المركبات وبعد عمل دراسات كلينيكية، لأنه الآن هو مقنن ويباع في جميع أنحاء العالم بوصفات تصرف من قبل الأطباء أو بالشراء من الصيدلية، يقول لك أنه طبعا استخدم منذ آلاف السنين في المرتبة الأولى كمقوي لجميع أجزاء الجسم، يعني مقوي لجميع أجزاء الجسم، واستخدم كمادة تنزل ضغط الدم، واستخدم أيضا كمادة تنزل معدل السكر، واستخدم أيضا كمادة تنزل معدل الكوليسترول. هذه عادية، لأن إحنا دائما نتكلم عن حاجات هذه كثير من الأدوية تخببها، لكن الشيء المهم جدا أنه بهذا بيأثر على الجهاز العصبي المركزي، وبذلك إذا كان هناك التهابات مثل الهربس يتعلق بالجهاز العصبي المركزي، هذا بيقوم بدور كبير في التخفيف من هذه الالتهابات أو من هذه المشاكل التي تحدث في الجهاز العصبي المركزي وتنعكس على جميع أجزاء جسم الإنسان. أيضا وجدوا أنه الإيدز الآن وجدوا أنه قد يكون إن شاء الله قريبا أفضل علاج للإيدز، لأنه أعطى نتائج إيجابية لحد الآن لعلاج مرض الإيدز. تثبيط يعني ولا؟ نعم، يعني من ناحية تثبيط دي ولا تأخير الحالة؟ من ناحية قتل الفيروس، فيروس الإيدز، لأن الإيدز فيروس والهربس أيضا فيروس، نجح إلى الآن، لكن طبعا إلى الآن لم يطلع على الساحة، لكنه نجح في التجارب الكلينيكية وعلى حيوان التجارب. أيضا وجدوا أنه قد يكون من أقوى الأدوية الحالية التي تضبط الخلايا السرطانية، وهذا مهم جدا، اللي هو فطر ريشي. إلى حد الآن لم يجد شيء يضبط الخلايا السرطانية بشكل أنه يعني يكون كعلاج مناسب. سموا هذا. طيب معلش، الاستعمالات هذه دكتور مبنية على دراسة كلينيكية أم شعبية مثلا؟ لا ليست شعبية، لا هذه كلها هم زمان كانوا قبل الاكتشاف الأجهزة وقبل التحاليل وهذا كانوا يستخدمون استخدام شعبي ولا يدرون ما هي المواد الموجودة فيه، ولا فكانوا يستخدمون يعطي نتائج إيجابية. جيد. طيب. هذا الفطر نظرا للحاجات اللي يعطيها ونظرا للأمراض اللي عالية سموه إكسير الحياة، يعني إنه هو سبحان الله يطول الحياة، وفعلا في ناس كثير اللي ثبت أن استخدامه مع بعض الأدوية كان علاجا شافيا لسرطان البروستاتا، وأخذت هذه التجربة الكلينيكية على مرضى سنة وأربعة أشهر وشفوا تماما من سرطان البروستاتا.